السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برنامج مجاني رؤية ملفات الـ IFC. بتقول له open وتقدر تختار الملف الـ IFC اللي انت عايزه، ولكن دوت فبيفتح تقدر تشوف أكتر من موديل في نفس الوقت، تقدر تتحكم أنا واحد فيهم اللي يظهر عندك. من هنا تقدر تشوف الليارات وتزيد فيها زي ما انت عايز، تقدر تشوف الأدوار وتزيد في بعض الأدوار زي ما انت عايز، وتقدر تشوف تقسمهم كلاس او تقسمهم انتري. تقول له مثلا مش عايز السايت، انا مش عايز الليارات هي، تقدر تلغي اي لير مش عايزها. تقدر تمشي في اي مكان ده مول، تقدر تقول له انا عايز مثلا تقدر تعمل قياس بين اكتر من عنصر.